مساء الخير، إن شاء الله تكونوا قضيتوا شعنيني حلوة. وبالعودة لموضوعنا، الصناعة قطاع مهم ومفيد خصوصاً إذا ترافق مع الشروط البيئية والإحتياطات الصحية اللازمة، فالغازات السامة اللي بتتصاعد من المصانع بتضر بالصحة وبتؤدي لتلوث المطر يلي بيأذي المزروعات والشجر. وبالعودة لطقسنا، طقس ربيعي متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة والرطوبة متوسطة، البحر معتدل وحرارة 118 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، لبكرة طقسنا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 13 بالبقعة 6، على المرتفعات 10 و 0 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ تحديدا من البحساس 19، العقورة 19، وبننتقل من بعدها راس بيروت 20، الهلالية 20، وحولة 15، حاروف 14. إذا طقس متقلب مع هطول أمطار متفرقة، عرسال 16 وزغرين 20 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 30 و 75%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 20 و 40 كم/ساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين نشوفهم سوا. الليلة بتوصل ل 15 وبكرة بين 12 و 20 درجة، ومثل ما ذكرنا أنه فيه طول الأمطار متفرقة والطقس عم بيكون غائم، 3 بين 12 و 19 درجة. هالشهر الطقس محير. وهلا نبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. رياض 36، أبو ظبي 30، تونس 19، وأخيرا تنتهي جولتنا ببرلين 10 ولندن 13 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.